بارك الله فيكم معالي الشيخ حفظكم الله يقول هذا السائل والدي توفي في شهر شعبان الماضي وارغب ان اؤدي عنه العمره فهل يجوز ذلك وما هي صيغه النيه؟ لا باس بذلك هذا من البر به تعتمر له في رمضان افضل وتنوي عند الاحرام تنوي عند الاحرام ان انها عن والدك عند الإحرام، عند عقد الإحرام، تنويها لوالدك، نعم،